أدى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار رجال الدولة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وكبار قادة القوات المسلحة وعلماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود. وقد التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب أداء الصلاة مع كبار قادة القوات المسلحة، حيث تقدم سيادته بالتهنئة للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، مؤكدا أن الشعب المصري العظيم يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعا عن أمن مصر وسلامتها، وموضحا أن رجال القوات المسلحة يمثلون امتدادا لجيل أكتوبر في تأدية واجبهم بأعلى مستويات التفاني والإخلاص والكفاءة من أجل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته وتعزيز مسيرته نحو مزيد من الاستقرار والتقدم. كما تناول اللقاء عددا من الموضوعات المطروحة على كافة الأصعدة محليا وإقليميا ودوليا، خاصة في ضوء ما يشهده العالم من تطورات سياسية واقتصادية متلاحقة، بالإضافة إلى جهود مصر المتواصلة لتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.